في مرة كنت بعمل حفلة في الريف الإيطالي، سوري الريف الفرنسي، وكان معايا فرقة شعبية شعبية بس مش شعبية اللي هي العيال بتوع المهرجانات، لا شعبية اللي هم من الريف المصري. عازف ناي وطبال ومغني وعازف أرغول، معرفش مات ولا عاش، كان آخر عازف أرغول، لأن آلة الأرغول دي الآلة الموسيقية اللي بص مصري ما فيهاش، بص من بدء التاريخ من على جدران المعابد يعني. يعني انا رايح بلبس المتمدين المتحضر ده وهم رايحين بجلاليب. لن انسى في حياتي المشهد ده على المسرح. طلعت انا، الناس عادي، ما هو ده شبهنا، يعني قصدي مش شبههم يعني فرنسي، يعني لابس زيهم. مجرد ما طلعت الفرقه دي الصالة كلها خرجت منها كلمة أوه، وبدأوا يغنوا أغاني صعيدي صعيدي، أغاني بقى اللي هي يعني أنا حافظها كلها، وأنا بالنسبة لي دي بضاعتي. إيه يا جماعة، إيه الإعجاز في ده يعني؟ وأنا شاهد على الواقع. بعد ما خلصت الحفلة دي عايز أقول لحضراتكم، الجمهور كان بيتمنى يسلم على العازفين، يسلم بس يسلم، لدرجة كان في قائد أوركسترا فرنسي مشهور قوي وقتها، والراجل جاي بقى عامل كده، وراجل طبعا هناك بقى يقدروا الفنانين قوي قوي قوي. هذا الرجل قائد الأوركسترا ده لا أنسى مشهده وهو رايح للطبال المصري عشان يتصور جنبه، وهو فخور بأنه متصور مع حد من حضارة عظيمة. ده بس مخلص القصة، اوعى تكون شبه حد. الخليج حلو لأن لبسه كده، والمغاربة حلوين لأن لبسهم كده. الناس دي لبسها الحقيقة لازم تحافظ عليه، سواء في الخليج أو في المغرب أو في أي، زي السودان، زي السوداني رائع. إنما الناس اللي بتتخلى عن لبسها عشان تلبس أي لبس وعشان تبقى شبه الغرب ويعوجوا لسانهم، دي ملهاش طعم.